الكويت والسعودية تؤكدان الأحقية الكاملة للمنطقة النفطية التي يقع فيها حقل در الغاز في الخليج العربي، وترفضان كل الإجراءات الإيرانية الأحادية الجانب الرامية للتنقيب عن النفط والغاز في المنطقة. والخارجية الكويتية تؤكد بأن عودة ملف حقل الدرة للواجهة سيؤثر على عملية التقارب بين طهران والدول الخليجية. أهلا بكم. بعد أيام قليلة من عودة العلاقات الإيرانية للسعودية إلى طبيعتها وبوادر انعكاسها على دول الخليج كافة، تصدر ملف أزمة حقل غاز الدرة المشهد ليعكر الأجواء السياسية بين طهران ودول الخليج العربي، حيث أعلن وزير النفط الكويتي سعد البراك رفض بلاده الادعاءات والإجراءات الإيرانية بشأن الحقل، نافيا أي حقوق لطهران في المنطقة. وأكد مصدر مسؤول في الخارجية الكويتية بأن المنطقة البحرية الواقعة في حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والمملكة السعودية. وجدد المصدر الكويتي دعوة بلاده لطهران للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، مؤكدا بأن عودة ملف حقل الدرة للواجهة سيؤثر على عملية التقارب بين طهران والدول الخليجية. وعلى إثر الخلاف، وجهت المملكة العربية السعودية رسالة إلى طهران بشأن المنطقة البحرية في الخليج العربي والتي يقع فيها حقل الدرة للغاز، مجددة دعواتها السابقة للجانب الإيراني بالبدء في مفاوضات لحل الخلافات المتعلقة حول الحقل. وذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر خاص بوزارة الخارجية السعودية تأكيده بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين المملكة ودولة الكويت فقط. وأضاف المصدر أن السعودية والكويت لهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة. وأوضح المصدر أن السعودية تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني وفقا لأحكام القانون الدولي. وفي غضون ذلك، استقبل الشيخ مشعل الصباح ولي عهد دولة الكويت وزير الدولة عضو مجلس الوزراء السعودي الأمير تركي بن عبد العزيز لبحث العلاقات والمسجدات الإقليمية بين البلدين. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية واستعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، كما وتأتي الزيارة على خلفية التطورات بين الكويت وطهران بخصوص حقل الدرة الغني بالنفط والغاز، حيث رفضت طهران الشراكة السعودية الكويتية للمنطقة النفطية التي يقع فيها حقل الدرة، معلنة إجراءات أحادية الجانب في المنطقة تمثلت في أعمال التنقيب وإعلان ملكية الأراضي دون ترسيم للحدود المشتركة بين البلدين في مياه الخليج العربي. اللواء بن بريك يدعو أبناء حضرموت إلى التفاعل والمشاركة الإيجابية في فعاليات يوم الأرض وانتقال حضرموت في مساعي التحضيرات المكثفة لتنظيم الفعاليات الجماهيرية في ساحل ووادي المحافظة تحت شعار حضرموت ترفض الاحتلال اليمني وإعادة تدوير أدواته. دعا نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس الجمعية الوطنية اللواء الركن أحمد سعيد بن بريك أبناء محافظة حضرموت عامة والوادي بشكل خاص إلى التفاعل والمشاركة الإيجابية في فعاليات يوم الأرض الجنوبي يوم الجمعة القادمة. وشدد اللواء بن بريك في سلسلة تغريدات على حسابه في تويتر شدد على وحدة الصف الحضرمي وتعزيز اللحمة والترابط لحماية الأرض والعرض والوقوف ضد كل دعوات التجزئة ومشاريع التمزيق وخلق الفتن بين أبناء حضرموت من جهة وبينهم وأبناء الجنوب من جهة أخرى.
مشيرا إلى أن أبناء حضرموت والجنوب يعانون الأمرين جراء التدهور الاقتصادي والمعيشي والخدمي الذي وصل إلى حد لا يمكن السكوت عليه أو القبول به في وقت تنهب ثرواتهم من قبل قوى مستفيدة عبثة. وعهد اللواء بن بريك أبناء حضرموت خاصة الوادي بوقوف المجلس الانتقالي إلى جانبهم حتى تحقيق أهدافهم المصيرية، وفي مقدمتها تحرير الوادي وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار. وفي سياق ذلك تشهد مدن ساحل وادي حضرموت تحضيرات واسعة لإحياء ذكرى يوم الأرض الجنوبي بتنظيم مهرجانات جماهيرية حشدة تحت شعار حضرموت ترفض الاحتلال اليمني وإعادة تدوير أدواته. وفي هذا السياق ناقش انتقال حضرموت في اجتماع له ضم رؤساء القيادات المحلية بمديرية ساحل المحافظة، ناقش التحضيرات لهذه الفعاليات الجماهيرية التي ستقام في مديريات المكلا وغير بوازير والشحر عصر يوم الجمعة القادمة 7 من يوليو. وفي ذات السياق ترأس رئيس انتقال حضرموت العميد المحمدي ترأس اجتماعا مشتركا للهيئتين التنفيذيتين للمجلس بالمحافظة ومديرية المكلا لمناقشة التحضيرات لتلك المناسبة في مدينة المكلا، حيث أكد الاجتماع على جاهزية اللجنة التحضيرية واستعدادها لتنفيذ الفعالية التي تقرر إقامتها بساحة الحرية في حي الشهيد خالد عصر يوم الجمعة القادمة. وأكد انتقال حضرموت أهمية إحياء المناسبة لتذكير قوى الاحتلال اليمني وأدواته بتمسك أبناء حضرموت بمشروعهم الجنوبي الكبير الذي سيعيد لهم حقوقهم المنهوبة وسيمكنهم من إدارة شؤونهم بأنفسهم في ظل دولة فيدرالية تضمن العدالة الاجتماعية والتنمية لكل أبنائها. وفي هذا التقرير الموسع الذي عده الزملاء من غرفة الأخبار نستعرض التحضيرات التي يجريها انتقال حضرموت ويمضي فيها على قدم وساق لإحياء ذكرى يوم الأرض الجنوبي من خلال تنظيم المهرجانات الجماهيرية الحشدة في ساحل ووادي حضرموت. لتذكير قوى الاحتلال اليمني بمشروع أبناء الجنوب في استعادة الدولة وتحت شعار حضرموت ترفض الاحتلال اليمني وإعادة تدوير أدواته، ستقام في كبرى مدن حضرموت فعاليات جماهيرية حاشدة لإحياء ذكرى يوم الأرض الجنوبي في الذكرى 29 للـ7 من يوليو. اليوم نحن نعمل على قدم وساق في الهيئة التنفيذية وكل مجتمع الحضرمي بإذن الله حتى تقول صوت حضرموت كلمتها في يوم 7/7 يوم الجمعة إن شاء الله. حضرموت تؤكد أنها جنوبية الهوى والهوية، وايضا حضرموت ستقول انها مع المشروع الجنوبي ولا يمثلها الا المجلس الانتقالي باذن الله. طبعا هناك ضغط جماهيري، وهذا الضغط الجماهيري يؤكد على خروج قوات المنطقه العسكريه الاولى، قوات الاحتلال في المنطقه العسكريه الاولى، وهذا مطلب رئيسي، ونتمنى كنا نتمنى من المكونات التي ظهرت ان تتبنى هذا المطلب. وهذا مطلب رئيسي لأبناء حضرموت، خروج قوات المنطقة العسكرية الأولى وتحرير حضرموت كاملة من قوات الاحتلال اليمني. وهذا اللقاء طبعا تم فيه مناقشة التحضير والإعداد للحشد ليوم 7/7 الذي سينظم في المكلا. ونحن كاتحاد نقابات نطالب كل الشغيلة في محافظة حضرموت بالمشاركة الفاعلة في هذا اللقاء الذي فعلا يعبر عن يوم الأرض. وحقيقة النقابات كان لها دور كبير في المشاركة في عدة فعاليات نظمها المجلس الانتقالي، إيمانا منه بالقضية الكبيرة والقضية التي فعلا يتبناها المجلس الانتقالي لقضية الجنوب. الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي بحضرموت تعمل مع الاتحادات والنقابات على التحضير للفعاليات الجماهيرية لتقول حضرموت كلمتها، وأنها لن تغرد خارج السرب، وأنها مع المشروع الجنوبي في استعادة الدولة كاملة السيادة على حدود 90، وأن تدوير الأدوات اليمنية للعودة لباب اليمن محاولة غير مجدية ولا تعبر عن تطلعات أبناء حضرموت. يأتي دور المنسقين انتقالي جامعة حضرموت في هذه الفعالية لحشد طاقات الطلاب أينما كانوا بحسب مواطن سكنهم، لا سيما وأن احنا في هذه الأيام نمر بفترة إجازة فضلا عن التهيؤ للدخول لامتحانات الفصل الدراسي الثاني. لذلك طلابنا سوف يشاركون في هذه الفعاليات أينما كانت، سواء كانت في مديرية المكلا أو في الشحر أو في وادي حضرموت القطن شبام سيئون، ونعول عليهم في الحضور
حضور في هذه الفعاليات وهذه المهرجانات لتأكيد خياراتهم الوطنية التي سبق أن مثلت في رأي المجلس الانتقالي الجنوبي باعتباره حامل قضية الشعب، حامل قضية استعادة الدولة، وأيضا المدافع عن الأعضاء التاريخ والهوية للجنوب العربي. منسقية الجامعات بالمجلس الانتقالي سيكون لها دور بالتنظيم والإعداد على المستوى الطلابي ليشاركوا صوتهم في ذكرى يوم الأرض جنبا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع، في رسالة مفادها أن الجنوب واحد لا يقبل بالتجزئة رغم المكائد التي تحاك ومصيرها الفشل. تحضيرات هنا وهناك هدفها التأكيد على أن حضرموت هي الجنوب وأن غير ذلك مشاريع واهية وستنتهي لا محالة. لقناة المكلا فيصل الجابري. وفي صدد القوى المعادية للمشروع الجنوبي في حضرموت، قال رئيس الوزراء الأسبق المهندس حيدر العطاس خلال مقابلة تلفزيونية مطولة أن المجلس الحضرمي الجديد الذي تشكل بالرياض يهيمن عليه حزب الإصلاح وأن هناك خطورة في ذلك على محافظة حضرموت، مضيفا بأن هذا المكون معرض للفشل والخلاف في أي وقت. وأشار العطاس إلى أن النقاشات التي جرت لتشكيل هذا الكيان لا يوجد توافق عليها من قبل كثير من القوى في حضرموت، وأكد بأن محافظة حضرموت بحاجة إلى كيان سياسي مجتمعي موحد مطالبا بإعادة إحياء مؤتمر حضرموت الجامع. حضرموت يجب أن يكون لها كيانها، وأنا أدعو كل المحافظات يكون لهم كياناتهم فعلا موحدة. هذه أول بتقلل الصراعات، بتقلل الصراعات إذا وجدت بصورة صحيحة ورفضت أي هيمنة حزبية. هذا شوف مهم جدا، يعني أنه ما فيش أي هيمنة حزبية لأي طرف حزبي. الآن هذا الكيان مهيمن عليه الإصلاح حسب ما نسمع من الأخوان كلهم اللي حضروا مؤتمر الرياض. أنت تنشي كيان ثاني، شوف كيف يحمل إمكانية الفشل والخلاف، وإذا فشل أنا بعتبرها المحاولة الثالثة للحضارة، أول حق 28 وهذا بعدين حق المؤتمر الجماعي وبعدين هذه، بتكون زي حق قضية الوحدة. حقيقة الوضع ليس كذلك، لأنه النقاشات اللي جرت فيها لسه أصحاب الجامع مش موافقين على كثير من الأشياء، كثير من القوى مش موافقة، تحتاج حوار. حضرموت تحتاج إلى كيان موحد، كيان سياسي مجتمعي موحد. الأفضل إحياء مؤتمر حضرموت الجامع، وهو بتحقيق نفس الهدف مش بقيادته هذا، بقيادة الجديدة. نشرتنا الإخبارية متواصلة، وفي النشرة أيضا تواصل الحملة الأمنية الواسعة لمنع حمل السلاح بمديريات العاصمة عدن، محافظ حضرموت يناقش التدخلات لمعالجة مشكلة الجفاف والكهرباء وتحضيرات غي البوازير لمهرجان البلدة ويبحث أوضاع ونشاط مكتب الزراعة والري، واجتماع بتربية ساحل حضرموت يناقش آلية تنفيذ المخيم الصيفي لطلاب الثانوية. أهلا بكم من جديد.
قال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري إن انهيار صرف العملة الوطنية في المحافظات الجنوبية والمناطق المحررة أفقد المواطن الشعور بفرحة العيد. وأشار الوزير الزعوري خلال جلسة المعايدة التي عقدها بالعاصمة عدن مع جميع موظفي وكوادر الوزارة إن الفرح بالمناسبة طاقة إيجابية تمد العاملين والمشتغلين في الميدان بروح جديدة وتمنحهم نفسا وثابة لتجديد العهد مع شرف المهنة لتجويد الأداء وتحسين الإنتاج. وشكر الزعوري موظفي الوزارة في جميع القطاعات التزامهم بالحضور أول أيام الدوام الرسمي بعد عطلة العيد، متطرقا في الجلسة إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد والتي أفقدت المواطن في المحافظات المحررة الفرحة بهذه المناسبة الدينية العظيمة. تتواصل في مديريات العاصمة عدن الحملة الأمنية الواسعة لمنع حمل السلاح التي تنفذها قوات الطوارئ والدعم الأمني أمن عدن، والتي انطلقت عقب ارتفاع حالة القتل والاشتباكات الفردية بالأسلحة داخل مديريات العاصمة نتيجة لانتشار السلاح بين المواطنين. المزيد في سياق هذا التقرير. لتجنيب العاصمة عدن الأثار المترتبة على مظاهر حمل السلاح في المدينة والتي كان آخرها مقتل الطفلة حنين البكري ليلة عيد الأضحى المبارك، تتواصل في مديريات العاصمة عدن الحملة الأمنية الواسعة لمنع حمل السلاح. اليوم العاشر على التوالي قوات الطوارئ والدعم الأمني ممثلة بالعميد محمد حسين الخيلي قائد قوات الطوارئ والدعم الأمني بحسب توجيهات اللواء مطهر علي ناجي تواصل انتشارها لاكتثاث ظاهرة منع حمل السلاح من العاصمة عدن وتأمين المواطن بشكل أفضل والحث وتقليل الجريمة الذي لوحظت في الأيام الذي مضت زاد انتشارها. الأجهزة الأمنية قامت بنصب نقاط التفتيش وتسيير الدوريات الأمنية المتحركة في أغلب مديريات العاصمة عدن لضبط المتجولين وحاملين السلاح بشكل غير قانوني، حيث يتم مصادرة السلاح واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى الجهات المختصة. القوات الأمنية في عدن دعت كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية لإنجاح الحملة الأمنية والالتزام بضوابط الحملة من خلال عدم حمل السلاح والتجوال به داخل المدينة، حتى للأفراد المنتسبين للقوات الأمنية الحاملين للسلاح بلباسهم المدني. كما نحث الأخوة قادة الأحزمة الأمنية وقادة القطاعات الأمنية والوحدات العسكرية ضبط أفرادهم من التجوال بالسلاح بالزي المدني تعاوناً مع زملائهم وأخوانهم في الوحدات الأمنية. الحملة الأمنية ستتواصل بحسب القائمين عليها حتى تحقيق كامل أهدافها، وهي القضاء على كافة أشكال ومظاهر حمل السلاح التي انتشرت دون رادع لها وعودة الحياة المدنية إلى سابق عهدها لتنعم العاصمة بالأمن والاستقرار. في المكلا اطلع محافظ حضرموت من المدير العام لمديرية غيلبة وزير سالم العطيشي على سير مشروع زراعة الذرة الرفيعة في عدد من معايين المديرية والتحضيرات ليوم الحصاد في شهر أغسطس القادم. وناقش المحافظ أوضاع كهرباء المديرية وتحسين الشبكة الداخلية، موجها المدير عام مؤسسة الكهرباء بالساحل بمعالجة أوضاع الكهرباء والصعوبات التي تعانيها مديرية غيلبة وزير. كما استعرض المحافظ المشاريع المتعثرة وسير تدخلات السلطة المحلية لمعالجة مشكلة الجفاف وتحضيرات السلطة المحلية بمديرية الغيل للمشاركة في مهرجان البلدة السياحي، حيث أكد محافظ حضرموت اهتمام السلطة بمشاريع الأمن الغذائي والتدخلات في معالجة مشكلة الجفاف بالمديرية. كما ناقش محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي بالمكلا أوضاع ونشاط مكتب الزراعة والري بساحل حضرموت. أطلع المحافظ خلال لقائه مدير عام المكتب عوض بالكمان اطلع على نشاط المكتب في الإشراف على الواردات ببناء المكلا والمحاجر والتحضيرات لتدشين حملة تطعيم المواشي على مستوى المحافظة مطلع أغسطس القادم. ووجه المحافظ مكتب الزراعة بالاهتمام بقطاع التشجير والمشاركة الفاعلة في مهرجان البلدة السياحي لهذا العام عبر تنفيذ المشاريع الزراعية وتشجير الشوارع والأرصفة والمتنفسات العامة داخل مدينة المكلا. استكملت اللجنة المكلفة من قبل قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن طيار فائز التميمي أعمالها بشأن صرف المكرمة الرئاسية لعوائل شهداء حضرموت بالمؤسستين العسكرية والأمنية. وعبر قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء التميمي عن سعادته بالتوجيهات الرئاسية ما يسهم في تحسين ظروف معيشة أهالي وعوائل الشهداء،
مثمنا الدور العظيم الذي لعبه الشهداء الأبطال في التضحية والفداء، والتي ستظل هذه الدماء الطاهرة محل فخر واعتزاز لكل حضرمي غيور على دينه وأرضه ووطنه، مجددا العهد الذي قطعه على نفسه ولكافة منتسبي المنطقة العسكرية الثانية بأن يولي ذوي الشهداء والجرحى جل اهتمامه وأن يقدم لهم ما يستطيع تقديمه. ناقش اجتماع بمكتب تربية ساحل حضرموت آلية تنفيذ وإقامة المخيم الصيفي الأول لمهارات المستقبل لطلاب الثانوية العامة بحضور أعضاء اللجنة التنفيذية للمخيم. وفي الاجتماع أشار مدير مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت الأستاذ أمين بعباد، أشار إلى أهمية المخيمات الصيفية وأثرها الإيجابي في ترسيخ القيم الاجتماعية والوطنية في نفوس الطلبة ونقلة نوعية على مستوى النشاطات والبرامج المواكبة لمستوى التطور التكنولوجي والمعرفي الحاصل في العالم، مؤكدا بأنه قد تم اختيار نوعية البرامج التي ستنفذ خلال المخيم بما يلائم احتياج الطلاب ومساعدتهم على رسم ملامح مستقبلهم الجديد والنهوض بمجتمعهم نحو التطور والنماء، مشددا على ضرورة أن يطلع أعضاء اللجنة للمخيم بمهامهم من خلال الحضور المبكر والتنظيم الجيد لفعالياته بما يضمن للطلاب المشاركين الاستفادة القصوى من محتوى تلك الفعاليات. هذا وقد تم في الاجتماع تحديد 15 من شهر يوليو الجاري موعدا لإقامة المخيم، بالإضافة إلى مناقشة آلية تنفيذ برامجه وتوزيع المهام بين أعضاء اللجنة التنفيذية للمخيم. عقد بمدينة المقلة لقاء ضم المدير العام لمكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت أحمد باضروس والمدير العام لمديرية المقلة العميد عبد الله بيعشوت لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المشتركة. وفي اللقاء استعرض مدير عام مكتب الشؤون الإنجازات التي حققها المكتب خلال الفترة الماضية وأكد بعض الصعوبات والعراقيل التي تواجه سير عمل المكتب، مؤكدا على أهمية التنسيق المشترك بين المكتب والسلطة المحلية بمدينة المقلة لضمان تنفيذ مشاريع وبرامج المنظمة والجهات الداعمة لخدمة المجتمع والمواطنين. من جانبه أشاد المدير بيعشوت بجهود مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تنسيق عمل منظمات المجتمع المدني وتسهيل إجراءاتهم، مؤكدا استعداد السلطة المحلية لتقديم أوجه التعاون لما من شأنه خدمة المجتمع في المديرية. في سياق آخر، أكد المدير العام لمديرية المقلة العميد عبد الله بيعشوت أهمية تعزيز اليقظة الأمنية لمراكز الأمن والشرطة بالمديرية. جاء ذلك خلال زيارة قام بها إلى مراكز أمن مناطق فوة وبعبود وديس المقلة برفقة مدير أمن مديرية المقلة العقيد صلاح المجري، مطلعين على سير أداء المراكز ومتفقدين أقسام الحجز بها. وألقى العميد بيعشوت عددا من الكلمات على الجنود المرابطين هنأهم فيها بعيد الأضحى المبارك، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود لضبط المخالفين والخارجين عن القانون، مشيدا بالجهود التي يبذلها منتسبي القطاع الأمني في ضبط العصابات المنظمة والإجرامية، معربا عن اعتزاز السلطة المحلية بمدينة المقلة وفخرها بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية في ضبط المخالفين. أصدرت الهيئة التنفيذية لكتلة حلف وجامع حضرموت بيانا حول الكتيبة التي خلفها رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعد زيارته لمحافظة حضرموت. وأدان بيان الكتلة تواجد الكتيبة العسكرية من أبناء الشمال في القصر الرئاسي بمدينة المقلة، محذرا في الوقت ذاته من أن تواجد تلك القوات قد يخلق حالة من الانصدام القتالي وكل ما لا يحمد عقباه بين هذه القوة الدخيلة وقوات النخبة الحضرمية صاحبة الحق في حماية حضرموت ومنشئاتها العامة سواء كانت عسكرية أم مدنية. وطلب البيان بسرعة مغادرة هذه القوة الدخيلة وعودتها إلى حيث كانت، وأضاف بأن حكومة الشرعية تنزعج من التلاحم والترابط الذي أبدته قوات النخبة الحضرمية رغم حداثة تكوينها وأمكانياتها المتواضعة وتمكنها من تأمين ساحل المحافظة ودحر عناصر الشر والإرهاب. وأشار البيان إلى أن بقاء التواجد الشمالي في حضرموت يكون بؤرة ومنطلقا نحو تحقيق احتلال ثاني لساحل حضرموت بعد أن حررتها قوات النخبة الحضرمية. دشنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي افتتاح مشروع بئر مياه ارتوازية بمنطقة بران إحدى قرى عزلة وادي العين التابعة لمديرية وادي العين وحورة، ويستفيد من هذا المشروع أكثر من 31 ألف نسمة إضافة إلى سكان القرى المجاورة ما يضمن توفير المياه النظيفة لهم والتخفيف من وضع معاناتهم، حيث جرى حفر البئر على عمق 363 مترا طولي ويتراوح إنتاجها من المياه 6 لترات بالثانية التي تعتبر من المياه الصحية النقية الصالحة للشرب وفقا للمعايير الدولية.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي المستمرة لمواجهة أزمة المياه بالمناطق النائية وتلبية احتياجات سكان المناطق والقرى الريفية التي تعاني شح المياه. وخلال التدشين عبر المدير العام سالم بوزير عن شكره وتقديره نيابة عن قيادة السلطة المحلية بمديرية وادي العين وحورة على حرص هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على تعاطيها الإيجابي مع مشاريع البنية التحتية بالمنطقة. يسعدنا اليوم في هذا اليوم المبارك أن نستلم بئر منطقة بطان المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتي، وفي هذا المقام لا يسرنا إلا أن نتقدم إلى دولة الإمارات حكومة وشعبا والهلال الأحمر الإماراتي على ما قدموه وبذلوه في هذه المديرية، بحيث أن هذه المنطقة هي منطقة نائية ويعانون من شحة المياه فيها وكذلك شحة الإمكانيات الأخرى مثل الصحة والمدارس والتربية. اليوم بهذا المكان بفتح البئر هذا في منطقة بران نشكر الهلال الأحمر الإماراتي مع دولة الإمارات محمد بن زايد. نجحت قوات دفاع شبوة في التصدي لمحاولة تسلل لميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة مرخى الحدودية فجر الأربعاء. وقالت مصادر مطلعة أن قوات دفاع شبوة تمكنت من التصدي لمحاولة التسلل لعناصر ميليشيات الحوثي الإرهابية وتكبيدهم خسائر فادحة، فيما ذكرت مصادر عسكرية عن تعيين المقدم أحمد الطوسلي قائدا لقطاع المصينعة بقوات دفاع شبوة، حيث تشهد المناطق الحدودية غرب وشمال غرب شبوة مواجهات مستمرة للتصدي لهجمات التنظيم الإرهابي وميليشيات الحوثي الإرهابية. ختام النشر هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. تواصل الحملة الأمنية الواسعة لمنع حمل السلاح بمديريات العاصمة عدن. محافظ حضرموت يناقش التدخلات لمعالجة مشكلة الجفاف والكهرباء وتحضيرات غيل بوزير لمهرجان البلدة ويبحث أوضاع ونشاط مكتب الزراعة والري. واجتماع بتربية ساحل حضرموت يناقش آلية تنفيذ المخيم الصيفي لطلاب الثانوية. نشرتنا الإخبارية انتهت، إلى اللقاء.